يا علي، مش هتقولنا ندخل ولا ايه؟ لا ازاي؟ ده بيتكم، اتفضلوا. ايه الحكاية؟ مختفي وما بتردش على تليفونك. انتوا جايين تطمنوا عليا ولا في سبب تاني؟ تفتكر انت ليه؟ طيب بص علي، من غير لف ودوران، انت اكيد عارف احنا جايين ليه. لا مش عارف، وزي ما انت قلت مفيش داعي للف والدوران، تبقى تتكلم على طول احسن. احنا هنا عشان اللي انت عملته في فيلا الساحل، في فيديو متصور ليك، فخلينا نتكلم عنك نشوف احسن. وانتوا عرفتوا ازاي؟ اكيد هانيا. بس اهدى اهدى اهدى، سيبوني اتحرك اللي رب. اهدى اهدى، خلينا نفهم يا جدعان. نفهم ايه؟ بس عين واطي وخايف. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت خاين لمين وليه؟ هو سؤال واحد، مين اللي معاك في الفيديو؟ هي هم ما تقولها. هاني مين يا مجنون انت؟ انت مجنون؟ انا بص لخطيبه اخويا. امال ليه لما جبنا سيره الفيديو افتكرت ان هي اللي قالت لنا؟ يعني انتوا ما عرفتوش من هانيا؟ وما عرفتوا ازاي؟ لان كلنا شفنا الفيديو وعايزين نعرف مين اللي كانت معاك في الفيديو ده. كلكم شفتوا الفيديو؟ طب ليه؟ ليه بعت لكم الفيديو؟ أكيد أنتم مش شاكين إن اللي معايا في الفيديو حد يخصكم، تبقوا مجانين. اللي بعت لك الفيديو علي بعته لنا إحنا كمان، وزود معاه شوية فيديوهات عشان يثبت ويقول لكل واحد فينا إن البنت اللي معالي هي الست اللي تخصه. وأنتوا صدقتوا؟ ساكتين ليه؟ طب تقدر تقول لنا ايه اللي في الفيديو ده؟ انت شكلك بقى لعبي وبتحب تلعب على الكل. لعبي وبحب العب على الكل؟ ليه يعني؟ قصدك عشان اللي حصل ما بيننا؟ هانيا كانت البنت اللي شديت معاها على الطريق، وطبعا ما كنتش اعرف ان هانيا خطيبتك، وهي حتى ما قالتليش على اسمها، واتفاجئت بيها في الفيلا. حسيت انا وهي الافضل ان ما اجيبش سيره لحد، عشان الموقف كان محرج وكان ممكن يعمل قلق على الفاضي، وفعلا ما حصلش حاجه بينا. وانا قلت لك الكلام دوت لما وصلت الفيلا يا مراد. ولا حيط ولا تنهير، ما عرفتش تسمعها اصلا. بس هتروح مني فين؟ ومال؟ بس انت برضه لسه ما ردتش على سؤالي. معناه ايه الكلام اللي في الفيديو ده يا علي؟ ريهام يومها كانت متقيله في الشوربه، وكانت في حاله مش كويسه. ستات كتير قوي غيري في الموقف اللي انا فيه ده كان ممكن يمشوا وخلاص، بس انا مش قادره. انا بحب سيف بجد، مش قادره اشوفه هو بيبعد، ولا قادره اشوف حياتنا بتبوظ. وسيف كمان بيحبك، اللي بينكم خناقات عاديه يعني، ما كل المتجوزين كده. لا، زمان لما كنا بنزعل مع بعض كنا بنتصالح بكلمه، لكن دلوقتي انا بحاول اكلمه ما بيردش عليا من امبارح. سيف بقى فيه أسوأ أنا عمري في حياتي ما شفتها. انت لازم تحاولي تفهمي ان سيف بيمر بحالة جديدة عليه، والحالة ديت لازم تفهميها وتتعاملي معاها. وانا مين يفهمني؟ انا لما حبيته واتجوزته حبيت كل حاجة فيه، حبيت شخصيته، حبيت هزاره وضحكه وحنيته. انا دلوقتي حاسة ان انا مع واحد ما عرفوش. عارف يعني ايه ابقى بحب واحد مش موجود اصلا؟ انت فاهمني؟ انا بقيت خايفه ومرعوبه، حاسه ان انا في يوم وليله حياتي دي كلها هتروح، واللي ما بيننا ده هيضيع. انت فاهم انا حاسه بايه؟ ساعتها هانيا جت متوترة، مش فاهم علاقتي بريهام، وإن ريهام أكتر من أختي. أنت شكلك بقى لعبي وبتحب تلعب على الكل. لعبي وبحب ألعب على الكل؟ ليه يعني؟ قصدك عشان اللي حصل ما بيننا؟ هو إيه اللي حصل ما بيننا أصلاً؟ شوية جري على الطريق ده ولا حاجة. على فكرة أنت حتى ما عرفتش اسمي. ما بالظبط، أمال إيه بقى لعبي وبلعب على الكل؟ عشان أنت عارف كويس قوي إن ريهام عندها مشاكل مع جوزها والدنيا متوترة، رايح تحضنها. ريهام تقيلة في الشغل، مش حاسة بنفسها، واللي بيحصل لها دوت بسبب حبها لسيف.
الناس ديت اخواتي، دي جايه ترميني في ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تبطل بقى تعيش في دور الضحيه. انا اكتر واحد فاهمك يا علي، ولا انت نسيت؟ ما كفايه بقى يا مراد، لو قصدك على الحوار اللي دار ما بيني وما بين مريم فروح اسال مريم كان ايه الحوار. بس انا حابب اسمع منك انت علي. يعني انا المفروض اقبل الكلام ده عادي وما اتضايقش؟ ما حصلش حاجه عشان كل ده يا مريم. لا حصل، وانت عارف كويس. شايفك انك تعقل ما تجيبش سيره الموضوع ده لسليم اصلا، مش ملوش لازمه. ايوه ما اكيد انا مش هقول حاجه لسليم، بس انا محتاجه اعرف موقفك ايه عشان اعرف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، ولا بضيع حياتي مع سليم على الفاضي. امشي ورايا، وانت ما تضيعيش عمرك على الفاضي يا مريم، وانا عمري ما اغسلك. ايوه امشي وراك، اللي هو اعمل ايه؟ بقول لك شفت رقم لينا على تليفونه، يعني اكيد في بينهم كلام. ولا في اي كلام، لينا كلنا ما شفناش بقالنا سنين. الموضوع انها حجزت لنا النهارده عشان اكتشفنا شغاله هناك، واكيد سليم ما قالكيش عشان ما تعمليش حوار. فهمتي؟ ايوه بس مش بالع الحدوته. ماشي، ولو كلامك ده كله حقيقي امال مين اللي كانت معاك في الفيديو؟ ولا انت بقى عايز تقول لنا ان الفيديو ده مش حقيقي وان كل ده تركيب مثلا؟ تعرفت اللي يخصك يا مراد. لا يا علي، اللي حصل ده يخصنا كلنا، لازم كلنا نفهم الحقيقه بالظبط. بس ما حدش يسالني هي مين. يوم ما كنا في السهره شفت بنتي كنت مصاحبها من فتره، هو ده اللي حصل. انا سكت كل الفتره اللي فاتت ديت ودفعت فلوس لحد نصاب عشان كنت خايف على نفسي وعلى البنت عشان ما تتفضحش. بس والله العظيم ما كنت اعرف ان اي حد فيكم اتبعت له الفيديو ده. انا لعبي وبتاع نسوان، بس عمري ما ابص لمرات صاحبي. انا عمري ما كنت كده، والمفروض انتوا عارفيني كويس. وعشان ابقى حكيت لك كل حاجه يا مراد، انت لما سالت هاني عليا واتخانقت معاها هي كلمتني عشان تفهم، وانا حكيت لها على كل حاجه حصلت معايا. وانت بقى يا اخويا عامل لي فيها الصدر الحنين صح؟ بالظبط كده. بس هو الحقيقه مش غلط علي لوحده، هو غلطنا احنا كلنا، احنا اللي ما عملناش حرمه لبيوتنا وفتحناها على البحري. وانا غلطت ان انا سمعت زنكو وسمعت كلامكو وجيت معاكو، ودي النتيجه. احنا اخوات وحبايب، بس حتى الاخوه دي ليها سقف وليها حدود. اكبر دليل على ان انا كلامي صح انك سمحت لنفسك في لحظه انك تجيب واحده البيت ويحصل بينكم كل اللي حصل. البيت ده فيه ستات انت بتقول عليهم ان هم اخواتك، يبقى احنا لازم نفوق كلنا. عندك حق يا سيف، بس بتهيالي دلوقتي الصوره بقت واضحه قدامنا كلنا. احنا بس مش عايزين ننسى ان احنا واقعين مع واحد نصاب عمال يبتز فينا. واضح ان كان بيراقبنا طول الوقت، ومراهن كمان ما فيش حد فينا هيقول للتاني. عندك حق، أكيد الراجل ده كان مراقبنا فعلا، وأكيد كمان عارف إن إحنا سيبنا الفيلا دي متخانقين، عشان كده بقى استغل اللقطة دي ضدنا. إحنا اللي ادينا له الفرصة، إحنا لو كنا اتكلمنا مع بعض من الأول واتصافينا ما كانش حصل كل ده. طب إيه العمل يا جماعة؟